مساء الفل. الفيلم ده متصنف على انه اقوى فيلم رعب على مدار 2023، فتعال نشوف الفيلم بيقول ايه ونحكم في النهاية. بس الاول ما تنساش تخبط اللايك ويلا نبدأ. بدايتنا من جوه بحيرة موجود فيها بنت وصاحبها، كانت مستغربة وجوده هنا وازاي سايب اختها المريضة لوحدها، فقال انه مديها منوم وان زمانها نايمة وبتحلم، فرجعت تطمن عليها وهناك لقيتها نايمة، وفجأة قامت وصوتها متغير وكأن شخصين بيتكلموا من جوه جسمها، فترعبت وحاولت تقرب منها، لقيتها وقعت وابتدت تعمل حركات غريبة جدا، وقامت خنقاها ولفت شعرها وقطعته أحي لا، وكمان طلعت على صاحبهم وقتلت نفسها، فحاول ينقذها لكن الحقيقة انها قتلته وطلعت تاني. وبدأ الفيلم. بدأ الفيلم واحنا راجعين بالاحداث لمدة يوم. اللي قدامنا اسمها بس، وقاعدة دلوقتي بتعمل اختبار للحمل، نفسيتها مش متظبطة وحاسة انها على وشك حدوث كارثة، وده اللي خلاها تتحرك على بيت بطلتنا اسمها تريسا، وكانت قاعدة بتشتغل وبنتها بتستأذنها علشان تنزل مع صاحبها، اما بنتها التانية فقاعدة تقطع في راس الدومة بتاعتها. عيلة عنيفة ما تفهمش مالهم بالظبط. شوية وصاحب بنتها الكبيرة وصل وطلب منها تحضر معهم فيلم رعب عن فريدي، وبالمناسبة ده فيلم حقيقي ولخصناه بالفعل، وهسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو في اول كومنت. المهم ان الاختين اتخانقوا، او بمعنى اصح التلات اخوات قلبينها هزار، كل ده ولسه صاحبتنا ما وصلتش. لا وصلت، وده يعرفنا ان هي وبطلتنا يبقوا اخوات. قعدوا واتكلموا وعملوا سهره حلوه، وحتى الان الوضع مازال هادي وتمام التمام. في القعده دي البنت الصغيره اتكلمت عن الاشباح وقد ايه بتخاف منهم، لكن خالتها طمنتها بان مفيش حاجه اسمها اشباح اصلا. ولما الكلام جه على ابوهم، ماما وزعت العيال وعرفتها انه راجل واطي ومالوش امان، وبلاش كلام في الموضوع ده يا بيس يا اختي، فغيروا الموضوع واتكلموا عن موضوع حملها وقد ايه هي ست ضعيفه. في اللحظه دي كان الاطفال جابوا الاكل ووصلوا، واتفاجئوا بحركه غريبه في الجراج، زلزال خلى الارض عماله تفتح، وبعد ثواني استقر ونتج عنه فتحه تحت الارض. داني اخوهم قال ينزل يستكشف الموضوع، وخصوصا لما لقى خزنه، فالطمع هو اللي حركه، فكمل بحث واكتشف صوره الكهنه وكمان صندوق فيه اوراق، بس كل ده مش مهم. المهم هي الاصوات الغريبه اللي ابتدى يسمعها، تمثال ظهر من العدم وسلاسل متعلقه في الهواء وسلسله مكتوب عليها اسم كاهن. كل ده خلى فضوله يزيد، ولما حاول يستكشف الليله فتقدر تقول انه دبور وزن على الخراب عشه. نرجع لتريسا، طلبت من جارها ياخدهم يدوروا على الولاد، وقبل ما ينزلوا كانوا هم رجعوا، فجهزت حاجتها بعد ما البيت خلاص ما عادش يصلح للسكن. اما داني فجاب الكتاب اللي لقاه، ولما حاول يفتحه اتعور والدم بتاعه اتسحب فيه واتفتح. الكتاب كان فيه رسومات لارواح شريره، والموضوع كان مرعب لدرجه ان اخته قفلته وطلبت منه يرجعه مكانه. الكتاب ده بقى يا معلم المفروض انه الرعب كله. وقتها كانت بس بتلعب مع الطفله والحمل تعبها جدا، اما داني فمستمر في فضوله، وعايز اقول لك انه استخدم كل حاجه لقاها في النفق، من ضمنهم اسطوانه لما شغلها سمع منها صوت كاهن بيتكلم عن الكتاب وبيقول ان اسمه كتاب الموتى ومصنوع من لحم بني ادمين، كمان قال ان صفحاته مكتوبه بالدم، وبعد ما فحصوه وقتها اكتشفوا ان في عالم موازي للبشر موجود فيه ارواح بتتمتع بقوه خارقه للطبيعه. في النهايه قال تعويذ توليد ارواح، فداني خاف وحاول يقفله، بس بعد ايه كل حاجه حواليه بتتحرك والتعويذه اتقالت وامه هي اللي لبستها. احيا داني، الوليه اتدمرت. عايز اقول لك انها اتحبست في الاسانسير وابتدت تسمع اصوات وتحس بيها. تخيل انك محبوس في اسانسير لوحدك وحاجه عماله تلمسك وتقطع فيك من جوه، هوب وتلاقيك اتسحبت من رقبتك ودراعك ورجلك وجسمك كله. ودي اللحظه اللي قفل فيها الكتاب، الكهرباء قطعت في البيت وبقوا قلبين الدنيا على بطلتنا ومش لاقيينها. الغريب بالنسبه لهم هو ان الكهرباء قطعت في شقتهم بس، شويه وتدخل مامتهم وما نطقتش بكلمه، فتحت النار وجابت بيت تكسره وبقت تطبخه بالقشر بتاعه، فسالوها مالك يا تريسا؟ جاوبت بنفس الطريقه اللي شفنا بيها جيسيكا في اول الفيلم، اجابه خلتهم يخافوا اكتر، وهي شكلها عمال يتحول اكتر واكتر، طلع من بقها سائل ابيض كتير جدا، وطلبت من اختها تخلي بالها من الاطفال واغمى عليها، فاخدتها بسرعه وقرروا يودوها المستشفى. طبعا الاسانسير ما ينفعش والسلالم اصلا مش موجوده، بمعنى تاني فاحنا اتحبسنا هنا. قاموا مدخلينها اوضه النوم واعتقدوا انها ماتت. الجيران هم كمان وصلوا وقرروا يقروا لها كلمتين يساعدوا روحها بعد الموت، وبعدها افتكروا ان في سلم للطوارئ موجود في اخر جزء من البيت، لكن لفه كبيره علشان يوصلوا، بس هيحاولوا.
حوله. أما بس فحتى الآن مش مصدقة إن أختها ماتت بالسرعة دي، وفجأة جالها فويس نوت من صاحبتها بتقول إنها بتتحرق صاحية. في نفس اللحظة دبانة وقفت على عيون بطلتنا وقامت من الموت. كمان العيال دخلوا عليهم وبسبب حرارتها العالية فحطوها في البانيو. البرد خلى الجن يصحى وصرخ في وشهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ونزل وقام تاني. تعالوا لي بقى، عايز أقولك إنهم حرفيا عملوها على روحهم كلهم، مش بس البنت الصغيرة. هجومها الأول كان على أختها وبدون ما تحس بأي ندم، فبنتها اتدخلت وكانت الوحيدة اللي مش خايفة منها. وعلى الرغم إن بطلتنا حاولت تقاوم الجن وما تقتلهاش إلا إنه كان أقوى منها، لكن داني لحقها. تقوم هي تسكت، اختارت جارهم أبو عضلات وهوب أكلت عينه، أكلتها وتفتها فدخلت في زور جارهم التاني. طب أخاف ولا أضحك يا جماعة؟ فهمونا. المهم يا سيدي، بس خدت الأولاد وقفلوا على نفسهم وسابتهم بره قاعدة تاكل فيهم. فجارهم العجوز اتدخل وضربها بالنار، ومع ذلك ما ماتتش ورجعت تاني. فبس قالت لك لا بقى، احنا ننط من الشباك اسهل. في اللحظة دي كانت بريدجت بتسأل اخوها، انت مش حاسس ان مامتنا شبه الصور اللي شفناها في الكتاب؟ منك لله يا غبي، هنتصرف ازاي؟ قالك يبقى مفيش غير اننا نفتحه ويمكن نلاقي حل. كل ده بيحصل وبريدجت ابتدت تتغير هي كمان، دخلت الحمام وقعدت تغني، وهوب التعويرة ابتدت تتحول ونزل دم اسود منها. طب كاسي فين؟ كاسي قربت من صوت الاغاني واتضح ان مامتها هي اللي بتعمله، وسألتها مالك يا ماما وليه بتعملي فينا كده؟ فطمنتها وقالت لها افتحي الباب يا حبيبتي علشان اخدك في حضني زي زمان. وتخيل انها فتحت والجن ظهر تاني وشراسته زادت. في نفس الوقت بريدجت كان بيقع منها حشرات وشكلها اتلبست هي كمان، وده لانهم كانوا قاعدين وسمعوا صوت تكسير، فراحوا يطمنوا لقوها على المنظر ده ماسكه كاس وقاعده بتاكل فيه وبتقول لك انها بكده بتقتل الحشرات اللي في بطنها، يعني جن نزيه ما بيحبش حاجات مقرفه تقعد في بطنه. وبكده بقى عندنا واحد بره وواحد جوه. انت بتضربيني وبتضربيني تاني؟ طب تعالوا لي. في النهايه كاسي رزعتها سيف في بقها ولا فرق معاها. لا استنى، دي ماتت والدم انتشر. كل اللي شفناه حتى الان خلى كاسي تحس انها بتحلم، ما هو مش طبيعي حد يشوف كلام زي ده في الحقيقه. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا معلم ان داني ربط اخته كويس في السرير، وخالته طلبت منه تشغيل الاسطوانه اللي فيها التعويذه لعل وعسى يكون فيها الخلاص. فدخلوا يصلحوا المشغل بتاعها واديت له السكينه وطلبت منه يقتلها لو اتحولت، وبدات التشغيل. في الاسطوانه الكاهن قال ان الجن بيستهين بصلاتهم، ولما بيلبس حد بيدمره من جوه الاول وبعدين من بره. طب والحل ايه؟ قبل ما اقول لك على الحل، عايزك تعرف ان تريسا لقت مدخل عندهم من خلال فتحات التكييف. وبالنسبه للحل، الكاهن قال لك حرقهم ومفيش، قطع جسمهم ومفيش. هوب وبريدجت قامت وطارت على اخوها اللي رزعها سكينه في بطنها ولا فرق معاها، وسحبتها تاني وخد يابا، خد كمان اشرب واستمتع. قام مولع فيها والله اعلم ماتت ولا لسه. وبرضه خالتهم ما زالت بتكمل، وتريسا جايه من ظهرها ولما شافتها جابت مفك ورزعته لها، وقامت طالعه واكتشفت كل اللي بيحصل. داني مات وهي اتسحبت، والجن كمان عرف ان جواها روح تانيه، فرزعتها مقص وخدت كاسي على جوه وقررت ان دي اللحظه وده الوقت اللي لازم يخرجوا فيه من هنا. بص بقى هتعمل ايه. اول خطواتها نصحت البنت ما تبصش وراها ابدا، وبعدين اتحركت على سلم الطوارئ، وبما ان الباب عليه قفل منتن فمفيش غير انها تضربه بالنار. وقتها بطلتنا صحيت تاني وشالت المقص وهجمت عليها فضربتها طلقه ومن وراها التانيه. عايز اقول لك ان كل الميتين الجن لبسهم وبس وكاسي بقوا في حرب ضدهم كلهم، واحد واثنين وثلاثه واربعه. طب ندخل الاسانسير نهرب، بس ازاي والدم انتشر قوي. في اللحظه دي كان الجن وصل لاعلى قوته وهم محبوسين حبسه وحشه جدا، مفيش مخرج والدم بيزيد، وعلى حظهم فالاسانسير وقع بسبب الحموله الزايده. طب كده خلاص ولا لسه؟ اتقل ما تستعجلش على رزقك، احنا وصلنا للجراج وخدنا العربيه، لكن الله اعلم باللي منتظرنا في الطريق. الخازوق ان العربيه اتحشرت، وقبل الهجوم النهائي الدنيا بقت هاديه وهس هس، وبعدين ظهروا تاني، والمره دي تحسهم راكبين على بعض وبقوا شخص واحد. فهربوا بسرعه، وبمجرد ما خرجوا البنت اتسحبت. يا دي النيله، خلتها عملت البدع علشان تنقذها، وقبل ما يعملوها لانشون رجعت وراحت لهم. بص منظرهم بقى عامل ازاي، حلف وطلاق ثلاثه لا يفرموها، بس كاسي تتدخل وتقفل المكنه، وراحت نازله فيهم فرم وبقوا يتسحبوا قدامها بالبطيء قوي. تريسا اتبقت وحاولت تترجاها، لكن خلاص اختها اتعلمت الدرس ودخلتها المفرمه هي كمان، وماتت القوه الشريره وخلص الفيلم. وكده يبقى نهينا
وانتهينا. في النهاية هفكرك بكلامي عن ان الفيلم ده متصنف على انه اقوى فيلم رعب في 2023، فعايزك في التعليقات تكتب لي اذا كان فعلا كده، ولا هتتفق مع رأيي في ان ملخصنا ده كان لاقوى فيلم رعب في 2023. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو. عاش جمهور الملخصات. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing.